السلام عليكم. اتصالي مع إلهام شاهين كان سببه أن هي اتصلت بتلفزيون العهر لتقدم لهم التهاني والتبريكات بدخول الجيش العربي السوري أبو شحاطة إلى حلب. طبعا هي تبارك لبشار قتله للشعب السوري، تهجيره، تبارك لحسن نصر الله، تبارك لإيران، تبارك لروسيا، لأنه هن طبعا الشياطين كلهم يجتمعوا في مكان واحد. أنا بس بدي حيي تحية كل أحرار الشعب المصري، الأحرار بكل العالم موجودين. إلهام شاهين لا تمثل إلا نفسها، تمثل رئيسها اللي هو داعم لبشار الأسد السيسي. ونحن بنقول لك أحرار الثورة السورية بيقولوا لك طز عليكي وعلى بشار وعلى السيسي تبعك، وإن شاء الله بإذن الله كل إنسان واقف مع بشار الأسد الله بينتقم منه عما قريب، وأنت سيكون انتقام رب العالمين منك كبير جدا بإذن الله. تحية لأحرار مصر، وتحية لكل إنسان حر يقف مع الثورة السورية في هذا العالم. الو الو الو، مرحبا مدام. مريم، مرحبا. كيفك حبيبتي؟ مين معاكي؟ شام اف ام حبيبتي من سوريا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي مدام الهام شاهين. ايوه، صباح، هقول لك صباح الخير، هقول لك مساء الخير. مساء الخير. احنا عندنا برنامج صباحي كنا عايزين نستضيفك فيه، بس ممكن نسجل معك دلوقتي ونذيعه على اساس صباحي عشان ما نصحكيش بدري، ممكن؟ لا تحية احسن، لان انا قاعده عند الجوب دلوقتي عند ناس انا بس مش عارف اسجل برامج. طب ماشي، طب ماشي، لا طب ماشي بكره صباحا. الصبح انا بصحى بدري، ما فيش مشكله. طب اي ساعه ممكن مناسب ليك يا فندم؟ حبيبتي اي وقت تكلميني. احنا عايزينك عشان موضوع انتصارات حلب. اوكي، هبارك لكم طبعا ومبسوطه جدا. طبعا انا سمعت الاتصال بتاعك او التبريك بتاعك، فاحنا قلنا ناخدها فرصه وناخدك معانا صباحا على برنامج شام اف ام. اوكي تمام، كلميني الساعه 10 صباحا، ينفع يا مدام؟ كويس قوي. اوكي، طب دلوقتي هتقولي لي انا مبروك، طب انا كمان لازم تبارك لي، انا فرحانه جدا. ميرسي يا حبيبتي، الف مبروك عليكم. الله يخليكي. حلب رجعت لنا وارضنا رجعت لنا. هقول لك على حاجه يا مدام. الف مبروك يا حبيبتي. مدام الهام ربنا يخليكي، بس هقول لك تحيه خاصه ليكي. هقول لك الله يخرب بيتك على بيت بشار، على بيت اللي بيخلفوكي يا بنت 60 كلب، على بيت السيسي بتاعك يا وسخه يا معفنه يا حقيره يا حقيرة. بتبركي قتل الشعب السوري يا وطية يا زفلة؟ بتبركي للشعب السوري قتله؟ يا حقيرة يا سفلة يا وطية، تفوع على شرفك. سكتي هلا يا إلهام، ما هيك؟ ما تذكرتيني يا وطية. يلا تفضلي، شو بدك تحكي؟ عم تباركي قتل الشعب السوري؟ بشار جسمته على راسك. يلعن أبوكي على أبو بشار الأسد. يلعن، والله والله لنزل لك ياها يا بنت الكلب. شتمتني، سمعتوا؟ الهام الهام الهام، روحي جتك خيبه يا وسخه، يلعنك ويلعن بشار، تفوع على شرفك. والله حيبرد قلبه للناس بهالاتصال يا كلبه يا حقيره. انا بحب بشار، تضربي انت وبشار والسيسي تبعك.